بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالموضوع الذي بين أيدينا هو استثمار الوقت في شهر رمضان. معنى الاستثمار، ولماذا يحرص المسلم على استثمار هذا الوقت المبارك، وبأي شيء يستثمره، وما هي الأمور المعينة على ذلك. أما الاستثمار فمعناه توظيف الوقت وبذل الجهد فيه لنيل ثمرته، فإن هذا الوقت له ثمرة عظيمة سرعان ما ينقضي، فتفوت هذه الثمرة بانقضائه، فحري بالمسلم أن يحرص على اغتنام الأوقات وانتهاز الفرص، حتى لا يكون نصيبه من هذا الوقت الحسرة والندم. الاستثمار هو طلب الثمرة. يكثر استعمال هذا المصطلح في ألسنة الناس في أمور الدنيا، ذلك بسبب انفتاح الدنيا على الناس وكثرة تشاغلهم فيها، فتجد أن تجار الدنيا يستثمرون أموالهم وينتقلون من عمل إلى عمل ومن تجارة إلى تجارة لطلب زيادة الأموال. وأما الأعمال الصالحة فالمقصود منها استثمار الأوقات في طلب الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. فإن التجارة نوعان، تجارة في أمور الدنيا ولا ضير فيها إذا كانت في حدود المباح، استعملها الإنسان لما يفيده في دينه ودنياه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: في المال فنعمه هو صاحب المؤمن، ما أطعم منه اليتيمة والمسكينة ومن السبيل ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وأما التجارة العظمى والتجارة الرابحة التي فيها طمأنينة القلب وراحة النفس، والتي يجني فيها الإنسان في الدنيا خيرا وفي الآخرة برا وفضلا وأجرا، فهي التجارة مع الله عز وجل. وحسبك بهذه التجارة أن تكون مع أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير المنزلين رب العالمين. قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لماذا يحرص المسلم على استثمار هذا الوقت المبارك؟ هذا الوقت المبارك موسم عظيم من المواسم التي يتيحها رب العالمين لعباده ولله سبحانه وتعالى. في هذا الموسم العظيم من رحمته نفحات، فيجتهد المسلم لنيل هذه النفحات وإصابة هذه الكرامات من رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده. فالوقت فيها مبارك، وسرعان ما يمضي وينقضي، وهذا الشهر غنيمة وفرصة إذا لم ينتهزها المسلم فإنها تمضي وتنقضي. والإنسان دائما بين عمر مضى وبين حاضر هو فيه وبين مستقبل لا يدري ما الله تعالى أقاضم فيه. ما مضى فات
والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فالمواسم الكريمة سريعة الانقضاء، والعمل فيها مضاعف، والأجر فيها من الله لا حد له ولا عد. في الحديث المخرج في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يقول تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. نتأمل كيف أن الله أضاف الصوم إلى نفسه، وأضاف الجزاء إليه سبحانه وبحمده. وما ظنك بعطية وجزاء هي من رب العالمين وأكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. فيتأكد على المسلم أن يحرص على اغتنام لحظات هذا الوقت وساعاته، ليله ونهاره، في التجارة مع الله والتقرب إليه سبحانه وبحمده بالأعمال الصالحة. فإنه عند انقضاء الشهر ينظر الإنسان إلى ما مضى منه ويندم، وطبيعة الإنسان الندم دائما حتى إذا مات فإنه يندم. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم. إن كان محسنا ندم على ألا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم على ألا يكون استعتب. وإذا لم يستفد الإنسان من وقته في الخيرات وفعل الحسنات فإنه يذهب، ويذهب بين كسل الشباب وعجز المشيب. ففي وقت الشباب يتكاسل الإنسان ويسوف، وسوف عمل وسوف عمل، ثم ينثلم الشباب وينصرم وينتقل إلى سن الكهولة في الشيخوخة، وهو لما يزال يسوف لنفسه بالعمل الصالح. يا حسرتاه، تقضى العمر وانصرمت أوقاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. فينظر الإنسان إلى غيره وقد تجاوزوه في الدنيا وتعدوه في الأعمال الصالحة، وينظر إلى تقصيره وإلى ضعفه وإلى إهماله فيلوم نفسه. وينبغي للإنسان في عمل الخير أن ينظر إلى من هو أحسن منه حتى يسابقه بل وينافسه، فالمجال مجال سباق ومنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما الأعمال التي يستثمرها الإنسان في هذا الشهر المبارك فهي أبواب الخير كلها. هذا الشهر له شعائر معروفة وأعمال صالحة معروفة. فشعيرته الكبرى الصيام في ليله، والقيام في نهاره، وتلاوة كتاب الله عز وجل. وبين الصيام والقرآن علاقة وثيقة، وبين القيام والقرآن علاقة وثيقة أيضا. ولا عجب، فالشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي الحديث المخرج في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة. فسمع فضل الشهر وفضل القرآن ومجالسة الأخيار أمور كلها تثمر الخير والنشاط في طاعة الله عز وجل وعبادته. وفي الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، يقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن: يا ربي منعته النوم في الليل، قال: فيشفعاني. وأما القيام والقرآن فبينهما
علاقة عجيبة وعلاقة قوية وثيقة، حتى قال ربنا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه هذا القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالقرآن في الليل لذة وحلاوة، حيث يتواطأ القلب فيما يستحضر، واللسان فيما يتلو، والذهن فيما يعي ويتفكر، تتواطأ هذه الأمور الثلاثة فتثمر تلذذا بالعبادة وإقبالا على الطاعة وراحة وطمأنينة. ولا عجب، فكتاب الله أعظم ما تطمئن به القلوب وترتاح له النفوس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومع الصيام والقيام وتلاوة القرآن، الصدقة في رمضان أيضا لها فضل ولها شأن، وأفضل الصدقة الصدقة في رمضان، وفيه أيضا الاعتكاف، وفيه مواسم، هذا الشهر موسم وفيه مواسم، فالشهر عظيم وهو موسم كبير على مستوى السنة، والعشر الأواخر موسم عظيم بالنسبة للشهر، وليلة القدر موسم عظيم بالنسبة للعشر، فلا يزال المسلم يتنقل في هذا الشهر من موسم إلى موسم، ومن خير إلى خير، ومن فضل إلى فضل. فالموفق من وفق في هذا الشهر المبارك للعمل الصالح، والمحروم من حرم فيه الخير والفضل والأجر. أما الأمور التي تعين المسلم على استثمار هذا الوقت، فأعظمها سؤال الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والهدى والسداد، فالتوفيق بيده سبحانه وبحمده، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها حيث يشاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فيسأل الإنسان ربه دائما العون على مرضاته، ونقرأ دائما قول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فجعل الاستعانة به عز وجل نصف الدين. يقول شيخ الإسلام: تأملت في أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، وجدت ذلك في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم مع الإلحاح في الدعاء والاجتهاد فيه، والدعاء أيضا من الأعمال العظيمة التي يتأكد على الإنسان أن يجتهد بها في هذا الشهر. ولهذا لما ذكر الله آيات الصيام وما يكون في رمضان، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فيدعو الإنسان ربه بكل خير، ويجتهد في الإلحاح بالدعاء، لعله أن يوافق من الكريم ساعة لا يسأل فيها شيئا إلا أعطاه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. من الأمور التي تعين الإنسان على استثمار الأوقات والمواسم، وهي من كرم الكريم سبحانه وبحمده، تكون حتى في اليوم والليلة. يقول عليه السلام: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وهذا في كل السنة. وعلى مستوى الأسبوع في الجمعة: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وعلى مستوى السنة: شهر رمضان والحج والمواسم كثيرة والخير وفير، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى العون على طاعته ومرضاته وحسن عبادته. من الأمور المعينة أيضا محاسبة النفس
والنظر في الماضي وتقصير الإنسان فيه، وكيف أن الأيام تنصرم والشهور والأعوام تمضي وتنقضي، وينظر الإنسان إلى ما عمل فيها وما أودعها، فإذا نصيبه الإمال والتقصير فيتقطع ندما وأسرى أسا وحسرة، فما دام في العمر فرصة يتأكد عليه أن يراجع نفسه ويرتب وقته وينظر في العمل المثمر فيستثمره في هذا الشهر وفي سائر العمر. وفي الحديث روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم بعد المحاسبة يأتي دور المجاهدة، وأمرها كبير وعظيم، وتحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى عليها. فالنفس بين جوانحك يا عبد الله، هي ليست خارجة عنك حتى تستطيع أن تدافعها، فهي تحتاج إلى نهي فإنها تأمر بالهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، بل ربما تأمر صاحبها بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فيحتاج الإنسان في سبيل تزكيتها إلى مجاهدتها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإنما تزكيتها بفعل أسباب التزكية، وإلا فالتزكية من الله سبحانه وتعالى، وأسبابها مجاهدتها والأعمال الصالحة التي تنشطها على طاعة الله عز وجل. فإذا علم الله من الإنسان صدق المجاهدة وبذل الجهد واستعان بربه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه عليها. يجب عليه أن يصبر في مجاهدة نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. وكان للسلف أمثلة رائعة في مجاهدة النفوس، أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه من الجد والاجتهاد والمثابرة في الأعمال الصالحة. يقول ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. يقول سفيان: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. بل يقول محمد بن المنكدر من كبار التابعين رحمه الله تعالى ورحمهم أجمعين: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، حتى أني أدخل في الليل فيهولني حتى يبرق الفجر وما قضيت منه أربي. فالمحاسبة والمجاهدة لا شك من الأمور المعينة على اغتنام الأوقات وتوظيفها فيما يعود على الإنسان بالراحة والخير والبركة والفضل والأجر في دنياه وفي آخرته. وتلك أمور هي غنيمة إن استفاد الإنسان منها في وقتها نال خيرها وبرها، وإلا انصرمت عليه وذهبت الأوقات وكان نصيبه منها الحسرات. يقول صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده على منكب عبد الله بن عمر: وكان لما يزال شابا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قرابة 20 سنة، يقول: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تؤخر عمل الصباح إلى المساء ولا عمل المساء إلى الصباح. هذا معنى كلامه رحمه الله: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لمرضك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم جميعا على اغتنام الأوقات وتوظيفها فيما يعود علينا بالفضل والخير والبركة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. نسألك اللهم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، إليك أواهينا منيبين. اللهم اقبل توبتنا واصلح حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وفضل وبركة علينا وعلى إخواننا المسلمين وعلى بلادنا وأمة الإسلام. اللهم أمنا في أوطاننا، أو اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصعة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولديهم وأرحامنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم الميتين، بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.